أقامت فعالية أهلية وشعبية في مدينة جبلة عرسان جماعي لسبعين عريسا من أبطال وجرحى الجيش العربي السوري، وذلك في مطعم الصياد في ريف المدينة. مبادرة بعرس جماعي لجرحى الجيش العربي السوري، طبعا هي المبادرة الثالثة، وبسبب نجاح الأعراس الماضي صار ثقة الشعب عندنا هون بالساحل وحتى اللي بيتابعنا على الفيسبوك بنجاح العمل. لذلك السنين الماضية كان العدد بيتجاوز بين 10 ل 20 15، السنة هاي العدد يتجاوز 60، يعني حوالي 70 عريس وعروس. القائمون على تنظيم العرس أكدوا بأن هذه المبادرة تأتي تكريما لتضحيات هؤلاء البواسل وتعبيرا عن دعمهم وشكرهم على ما بذلوه من جهود دفاعا عن الوطن. كانت لفتة كتير حلوة أكيد، وكل حدا فينا بيحلم يعمل عرسه بالشي اللي بيتمناه، وأكيد كان أكثر مما بنتمنى. كتير شعور حلو ولفتة حلوة كمان من كل اللي ساهم بالعمل، لأنه في التهوي عمل خيري ناتج عن تبرعات كتير من العالم، يكتر خيره وإن شاء الله سوريا للأحسن يا رب. فرحة كتير كبيرة، يعني بهالجمعة كتير حلوة، بلمة العالم كلها من جميع الجهات يعني، والله يديم المحبة والجميع يا رب. لازم نوقف مع بعض ونحب بعض أكثر بهالأيام الصعبة عشان تمر علينا وترجع سوريا أحلى من هيك وبخير أكثر. فرحت من قلبي أنا وحبيبتي لزملائنا بالسلاح، والله يحمل جيشنا البطل وقائدنا المفدى، وحمى الله سوريا ويرحم شهداؤنا وشفى الله جرحانا الأبرار. الحفل استمر على مدار يومين، أكد المشاركون فيه من جرحى الجيش أن سوريا ستعود أفضل مما كانت، بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام.